ست ام محمد بتسأل عن ان ابنها بيعمل في حسابات في مكان، المكان ده بيبيع خمور، بتقول هو ملوش اي علاقة بعملية البيع او الخمور او شربها، لكن هو ماسك الحسابات فقط، عنده 4 اولاد ومش لاقي عمل تاني، فهل ما يقوم به جائز ام لا؟ يا ست ام محمد، مادام هو بيقوم بعمل مباح اللي هو الحسبة نفسها وملوش علاقة بتلك المحرمات، فدخله إن شاء الله حلال، إلى إن شاء الله إن ربنا يفتح له ويجد عمل آخر بعيد عن هذا المكان فيعمل فيه، إلى إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له بابا آخر. يا ست أم محمد، وإذا بيجيب لك حاجة هو بياكل حاجة فحلال إن شاء الله يا ست أم محمد، نسأل الله السلامة.